اتفضل يا الحبيب. صلاة الوتر بعد قيام الليل الأفضل صلاتها بعد القيام على طول قبيل الفجر. إذا استطعت أن تقوم الفجر فالفجر أولى، قبيل الفجر أولى. ما استطعت صلي. الأفضل يا مولانا ركعتين شفعة بعد كده ركعة وتر. أيوه نعم هذا الأفضل. هذا الأفضل؟ نعم. بارك الله فيك. وإياك بارك الله فيك. وإياك علام الله يسلمك.